فاستوى وهو بالأفق الأعلى. عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، رآه عندما نزل الوحي ورآه في رحلة الإسراء والمعراج. عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وجد جبريل قد سد الأفق، يعني كيرفع راسه للسماء، لم يرى السماء، إنما رأى جبريل له 600 جناح صلى الله عليه وسلم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. كذلك من عداوتهم، قلنا عداوتهم لله تعالى، عداوتهم للملائكة، كذلك عداوتهم للرسل، يعني كل الرسل هؤلاء اليهود يعادونهم، لأن اليهود هذه هي طبيعتهم، طبيعتهم أنهم مفسدون والعياذ بالله، أنهم قوم رب سبحانه وتعالى جبلهم على هذه الحقيقة، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كذلك من صفاتهم الاستكبار، وكنت تشوفوا في التصريحات تاعهم وفي الأعمال تاعهم، حتى يسميوا أرواحهم شعب الله، شعب الله المختار، ربي سبحانه وتعالى لعنهم ومسخهم وجعل منهم قردة وخنازير وغضب عليهم ولعنهم، لكن يتبجحون ويسميوا في أنفسهم بأنهم شعب الله المختار. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إما يكذبوا هذا الرسول إما يقتلونه. وذكر الشيخ عبد اللطيف بأنهم قتلوا زكريا صلى الله عليه وسلم، وقتلوا يحيى صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل المسيح، لكن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ووضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى في آخر كما نقولوا في قيام الساعة، وشكون أتباع المسيح الدجال؟ شكون الأتباع تاعو؟ اليهود والنساء، النساء لأنهم يشتيوا الذهب والآخر، وكذلك اليهود، والمسلمون هم الذين يقتلونهم تحت قيادة المسيح صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، ولي يقرأ السيرة النبوية يلقى غزوة بني قريظة وغزوة بني قينقاع وغزوة النضير وغزوة خيبر، هاتي كلها مع اليهود، ولشدة مكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة. وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أجد أثر ذلك السم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، كتف الشاة، امرأة يهودية وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، أكلهما مع أحد الصحابة، ذلك الصحابي توفي شهيدا، لأن الإنسان الذي يتوفى بالبطن يسمى شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله، لأن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، لكنه توفي صلى الله عليه وسلم متأثرا بذلك السم. ولذلك أبو عبيدة عندما يبدأ خطابه ماذا يقول؟ شكون اللي يحفظ الخطاب تاعه؟ والصلاة والسلام على النبي المجاهد الشهيد. وكيف نقول النبي صلى الله عليه وسلم شهيد وهو مات موتا طبيعيا؟ لأنه مات مبطونا صلى الله عليه وسلم، والذي يموت ببطنه يسمى شهيدا صلى الله عليه وسلم. كذلك هؤلاء اليهود في كل زمان، قلنا شوف سبحان الله، شوف الجبن التحم والمكر التحم،
والدناءة تحت، أنهم عادوا الله سبحانه وتعالى، عادوا الملائكة المقربين، عادوا الرسل وحاولوا قتلهم وقتلوا بعضهم، كذلك من عقيدتهم أنهم يعادون أتباع الرسل. الله سبحانه وتعالى قرر هذه الحقيقة، هذه الحقيقة المطلقة إلى يوم القيامة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بالإفساد في الأرض. هذه كلها حقائق، حقائق قرآنية. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يعلم طبائعهم، وأخبرنا بهذه العداوة، هذه العداوة إلى قيام الساعة. كذلك وصفهم سبحانه وتعالى بالإفساد في الأرض، والتاريخ والواقع أثبت ذلك. ويسعون في الأرض، وعبر بالفعل المضارع، ما عبرش بالفعل الماضي. الفعل الماضي تاع يسعون كيف؟ سعى يسعى. والفعل المضارع على ماذا يدل؟ يدل، بارك الله فيك، يدل على الاستمرار والتكرار. وهذا هذه حقيقتهم. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لكن من عقيدتنا نحن المسلمين أن الله سبحانه وتعالى كلما عادوا إلى إفسادهم، الله سبحانه وتعالى يسخر من يذلهم، كأبي عبيدة وأبي حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال المفسرون الذين يسومونهم سوء العذاب هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. الذين فسروا القرآن الكريم قالوا الذين يسومونهم سوء العذاب هو نبينا عليه الصلاة والسلام وأمته إلى يوم القيامة. وإذ تأذن، ويعني وإذ أمر وإذ قضى ربك سبحانه وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إفسادهم في الأرض المباركة، تلك الصور المؤلمة وتلك الصور الله الإنسان ما يقدرش حتى يشوفها، هذا دليل على هاتي الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم. ستجري عليهم سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن أحسنتم، هذا الخطاب موجه إليهم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. هذا الخطاب أيضا موجه إليهم. وإن عدتم عدنا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. قال لهم ربي سبحانه وتعالى كل ما تعودوا الفساد تاعكم والمكر تاعكم وللخطط الخبيثة تاعكم عدنا إلى إذلالكم، كما قال المفسرون عليهم رحمة الله. وراكم الله يبارك تشوفوا في هذه المشاهد وهذه البطولات وهذه الصور المشرقة، وماذا بكم تتبعوا هذه الأحداث، لأنها من عقيدتنا. والحمد لله اليوم رانا نشوفوا في الشباب تاعنا وفي الأبناء تاعنا راهم حاضرين، على الأقل تبعوا الأخبار، على الأقل ندعو لهم، على الأقل ندعو لهم، لأن الدعاء هو سلاحنا. على الأقل الإنسان تكون عنده ثقافة كما كان يتكلم الشيخ عبد اللطيف، لأن بعض الناس من أبناء جلدتنا وملتنا يقول لك هذا حق من حق اليهود. لا، المسجد الأقصى تاعنا نحن المسلمين، أول مسجد هو المسجد الحرام، كم بينهما؟ قال 40 سنة. وإنسان يعتز بالدين تاعه ويعتز بالعقيدة تاعه ويعتز بالقرآن تاعه، وألا إن نصر الله قريب كما أخبر القرآن الكريم.
ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل النصر على أيديكم، فشدوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بأخلاقكم. وقد بشركم نبيكم صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شكون من أحد 7 هؤلاء؟ شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إلى غير ذلك من 7 الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الصفات، صفات الرجولة الحقيقية، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المجاهدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. بارك الله فيكم مرة ثانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم يسرنا لليسرى، وانفعنا بالذكرى، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.